السلام عليكم، معكم زينو ومرحبا بكم في واش قريت. عيدكم مبارك والعقبة العام الجاي ان شاء الله. دونك هاد لاسمان انا راح نحكيو على مجموعة قصصية لمحمد صالح قارف، واسمها سيزيف يتصنع ابتسامة. خرجت عن دار النشر ميم ودات جائزة محمد ديب في 2016. سيزيف يتصنع ابتسامة. سيزيف هو رمز العذاب الأبدي في الميثولوجيا الإغريقية. دونك سيزيف هذايا كان العذاب تاعو سي كانوا يحطوا له حجرة فوق ظهره ويطلع الجبل حتى الفوق، وشاك فوا يطلع الحجرة تطيح له يعاود يهبط ويطلع الحجرة هذيك، وبقى حياته كاع هكذاك. دونك محمد صالح قراف كوم يحب بزاف لا ميثولوجي غريك، دونك جاب حكايات من زمن بعيد وطبقهم على ناس معاصرين، يعني ناس تاع دوكا. في هاد القصص الشخصيات، يعني كاين 9 قصص صغيرة في المجموعة القصصية هادية، والشخصيات يعني شخصيات مختلفة. عندك طفل صغير، عندك شاب، عندك عجوز راعي متسول، والشخصيات الكل هذه عندها يعني عندها تتلاقى كامل في نقطة واحدة، وأنه هي شخصيات يعني شخصيات مديقوتية، ما يش حابة تغيير في حياتها، ما يحبة تكبر، ما يحبة تبدل عليها كش حاجة. دونك عايشين حياة روتينية، ويقول لك الكاتب، يعني يحكي لك على تلك الأشياء التي لا تحدث إلا لنا. كاين حاجات يعني يصراولك غير لك. دونك تبدأ الحكاية بحكاية الأب والقط، اللي طفل صغير في دارهم قطة تخلي نهار تولد تخلي القطة ديالها صغيرة تما، والطفل يبقى يشوف فيها وباله يروح لسؤال ويسقسي يماه ويقول لها وراه بابات الطفلة هذه، علاش ما يجيش. دونك يما تعطي له اون ريبونس يعني بانال وتقول له بلي باباها راح يجيب لهم الماكلة وحشية، وفي الليل يجي. دونك يفطن الطفل في الليل ويشوف وما يلقاش ما يلقاش باباها. دونك هنا يزيد يروح باله الأسئلة واحدة أخرى. دونك طفل صغير وما نسناوهش يروح يطرح على نفسه أسئلة يعني كيما هذيك. عندك قصة تاني العجوز، اللي هي قصة سيزيف يتصنع ابتسامة، واللي الكاتب هنا خير هذه القصة كعنوان للكتاب ديالو. هو العجوز اللي من بعد ما ماتت الزوجة ديالو عايش هو والكلب ديالو لادوس، واسمه لادوس. دونك العجوز هذا هو تاني عنده حياة يعني روتينية، كل يوم يدير حاجة واحدة، ياخد كل يوم صباح ياخد طريق هو والكلب ديالو، طريق واحدة ان سارتا مومون عندهم لوطوروت. دونك ياخد الجسر لا باسرال وحشية، سي لا ميم شوز، يعاود يجي ويطلع هذيك لا باسرال باش يعاود يدخل الدار. في يوم من الايام قرر باش قال لك هاي نبدل شوية هاد لا روتين ديالي، ما نطلعش الجسر اليوم، نقطع لوطوروت. هذاك النهار اللي هو يعني قرر باش يبدل لا روتين تاعو، مات لادوس الكلب تاع العجوز. عندنا قصة تاني، شاب في مدينة وهران. نفتح قوسين برك، الكاتب في هذه المجموعة القصصية ما مش أهمية كبيرة للأماكن. كاين قصص يعني وين قلنا والأماكن، كما هذا الشاب اللي رجع متسول في مدينة وهران، يقولنا باللي في حي بن مهيدي بمدينة وهران. دونك هذا الشاب فقير وينوض صباح هكذا يحوس، كش واحد ينسى ما يكملش الساندويتش ديالو ياكلو، كش واحد ما يكملش القهوة ديالو دونك يشربها، الدخان يلقط من الارض الثاني. واحد النهار جرح روحه في رجله وجعاته طاح في الارض، الناس كانوا جايزين شافوه هكذاك مبليسي عم بالهم ما يطلب، دونك ولاو يمدوا له دراهم.
دونك هنا هو ديكوفرا مهنة جديدة، قال لك من الناس يعني نغيد الناس وراهم يمدوا لي دراهم، دونك ولا يلعب يمثل ويلعب الرول تاع باللي صح ومسكين ولا يتمسكن والناس ولا يمدوا له دراهم، حتى وين ديكوفرا باللي كاين عنده كونكورونس، عنده لا بوليس من داك تاني يجروا وراه. براف، الأخير عندنا كذلك حكاية علي خاندرو، وعلي خاندرو تنعرفو بلي في القصة في حاسي بحبح، هو يعني هو ليس جزائري يعني أوروبي، جاي خدام هنايا في حاسي بحبح، يعني إلكتريسيا، ويبعث رسالة الزوجة ديالو ويحكي لها وش عايش شوية في حاسي بحبح والأمور، يعني هو تاني عايش روتين وعايش حاجات يعني ما عجبوش، باسكو في حاسي بحبح معروفين بالحم والبوشي، ويعني هو كان اشاك فوا يجوز على البواش هذوك ويشوف الريسان تاع الحيوانات، كان الأمر هذاك يعني كان يزعجوا شوية، حتى دي سيدا ولا ما ياكلش اللحم. براف، محمد صالح قرف يعني كتب كل القصص كلها، يعني قلت لكم كاين 9 قصص ما عادش نحكي لكم عليهم كلهم، ولكن لغة رائعة، أنا عجبتني اللغة، يكتب لغة عربية يعني جميلة جميلة جدا، حتى من ذاك نحسن أنه يكتب في النثر. ونقرا لكم برك، نقرا لكم فقرة صغيرة. عاود المسير بعد أن رفع قبعته وعصاه، حدق في الأفق الذي تلاشى هو الآخر بفعل سياط السراب، زاد اتساع المدى وشعر هو بضآلته وسط كل هذا الفراغ اللامتناهي، أساخ السمع لصوت الريح التي اختنقت هي الأخرى، وصارت كل حيلتها أن تعبث بطرف عبائته، شرد وهو يتأمل قمة حجر الملح وهي تطفو وتغرق في أمواج السراب، توقف فجأة بعد أن أحس بغياب جلبة القطيع، التفت فإذا به قد سبق قطيعه بمسافة نتيجة شروده، تراءت له خيالات الماشية يقطعها السراب، شعر بالوحدة تتضاعف ويشتد حصارها، وحدة وجوده، وحدة زمنه، وحدة حياته، فسأل نفسه ما الذي أكونه؟ أنا لست كالبهائم، لست كالجدي، أنا إنسان، لكن ما معنى هذا؟ ولا مجموعة قصصية فيها 134 صفحة وخرجت عند ميم للنشر. نقول لكم قراءة ممتعة ونتلقاو الأسبوع القادم إن شاء الله. سلام.